وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تضعنا في فيلم خيال علمي حقيقي بالإعلان عن رصد شيء غريب على المريخ. الإعلان يتلخص في هذه الصورة. الصورة كانت مفاجأة للجميع. هل هذا شعار مسلسل ستار تريك؟ مسلسل الخيال العلمي الشهير؟ وإن كان هو، فكيف وصل إلى هناك؟ لطالما كان كوكب المريخ محل فضول، وتسعى وكالة ناسا بكل الطرق لاكتشاف أشكال الحياة على هذا الكوكب الأحمر، فترسل بعثات استكشافية ومسبار لالتقاط صور هذا الكوكب الغامض، وتخرج لنا بالعديد من الصور الغريبة. جسم غريب هناك، تكوين غريب هنا، ثم شكل هرمي يشبه أهرامات الجيزة. ويبقى السؤال، من أين جاء شعار مسلسل ستار تريك على الكوكب الأحمر؟ أصحاب نظرية وجود حياة أخرى في مكان ما غير الأرض ووجود كائنات فضائية لا شك سعداء بهذه القصة جدا. أما الحساب الرسمي للمسبار الذي التقط صورة شعار مسلسل ستار تريك على المريخ فعلق على تويتر كالتالي، قال إن هذه الصورة لآثار الكثبان الرملية تم التقاطها في منطقة هيلاس بلانيتشا الواقعة جنوب شرق المريخ. والتفسير العلمي لظهور هذا التكوين الغريب هو تحجر خليط من الحمم البركانية والكثبان الرملية بسبب الرياح الشديدة، ليتشكل لنا بعدها هذا الشكل الذي يشبه شعار مسلسل ستار تريك الذي عرضت أولى حلقاته سنة 1966. الخبر طبعاً تحول لمادة دسمة لإطلاق النكات والتغريدات الكوميدية، وهذا ما فعله محبو مسلسل ستار تريك مستغلين الشخصيات الشهيرة للمسلسل للتعبير عن دهشتهم من الصور باستخدام عدد من الكوميكس.